الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكر نفسي وإياكم بوصية جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال السلف، وهي المحافظة على الوقت، ومن ذلك طلب العلم. فإن الله تعالى ذكر العلم وذكر أهله في كتابه الكريم، وقد جاء ذكر العلم وذكر أهله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص، وكذلك في أقوال السلف. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إلى آخر الآيات. وقال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة إرادة الله بالعبد الخير أن يوفقه لفهم هذا الدين وللعلم النافع وللعمل الصالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن التي تلحق العبد والتي تصيبه في أمر دينه والتي تفسد عليه آخرته، المهرب منها والنجاة منها بالاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالفرار إلى الله تعالى. وكم من إنسان أراد الخير ولم يسلك طريقه فشابه النصارى الضالين كما ذكر أهل العلم. ولكن الذي يريد النجاة عليه بالعلم النافع، والآن الحمد لله وسائل العلم تيسرت. السلف كانوا يهاجرون لطلب العلم، فالمقدر يهاجر يسافر ده المقصود، لكن مش يسافر ويمشي هناك يتعلم تمام بعد شوية يأكل الرز الأصفر والجداد الأحمر ويضرب عصير بتاع بالتيخ المدينة. الجماعة ده جابوا لي أنا ما بعرفه كيف، والله تمشي هناك تشرب البتيخ وتبقى بتيخه بيضاء ما نافع ساي. العلم هناك تمام جدا وتتعلم، لكن بعد ذاك تجي شنو؟ راجع تبلغ دين الله تعالى. ده لو يتوفر لك. لو ما توفر، الأشرطة موجودة، تسجيلات الآن موجودة الحمد لله، والكتب موجودة. ودي وصية أهل العلم الذين ليس في بلادهم علماء كما هو حالنا الآن. لا نرى علماء، لا نعلم، قد يكون ونحن ما نعرفون، لكن لم يظهر لنا علماء في بلادنا، وإنما ظهر الحزبيون وظهرت الجماعات المنحرفة كجماعة الإخوان المسلمين والصوفية بكل طرقهم، وتلقى هذا من العلماء وده من الكبار وهو إلى آخره. قبل أيام في المهندسين
مسجد كبير. واحد قال من فضل الله علي أني التقيت بعالم كبير وهو الآن بين أظهركم. ذكر لي واحد ذاته تستغرب فيه، من فضل الله علي أنه رآه. فلذلك أنت الآن في بلد تعج فيها الفتن، وكل يومين ثلاثة ناس بيأصلوا شيء جديد. والله الذي لا إله غيره أفسدوا على الناس دينه. الشاب بعد استقيم زمان قبل فترة وإلى الآن تلقى بعد استقيم طوالي شنو يقول لك خلينا الصوفية خلينا الجماعات دي بعد ده بقينا معاكم. أنا إحنا منو؟ يقول لك أنصار سنة. لا أنا فكيناه، أنت جيت مدخر أنت، من أنا فكيناه ذاته لقينا فيها لخبطة. يقوم يخش جوا يلقى الهواري، وأنا ما دار أذكر زول إلا الزول ده بس الآن، يلقى الهواري أصل له الحلبي جاب جاي بدي تأصيلات، إذا تعاملوا مع البدع بدي تأصيلات، جداد بدي تأصيلات، أنت تنجو كيف؟ ويقول لك قال فلان وهذه المسألة والتقسيمات الفلانية ثم إنه وإلى آخره. أنت بعد شنو؟ بتتهجم إذا ما عندك علم أو ما عارف الحاصل في البلد. لكن الآن الحمد لله تهيأت، التسجيلات موجودة والكتب موجودة، فأنت تقرأ وتسمع، تجمع بين القراءة والسماع. وأبدأ من البداية من الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، وكتاب التوحيد، ونواقض الإسلام، وكشف الشبهات. شروحات للفوزان كلها موجودة حفظه الله تعالى، وشروحات لمحمد أمان الجامي موجودة، القواعد المثلى بس براب تكفيك. وإن كان الإنسان برضو يطلع زيادة ويستفيد، تلقى كتب في الفقه موجودة مسجلة صوتية، شرح بلوغ المرام لابن عثيمين، تسمع وتستفيد فوائد كثيرة جدا وغيرها من وبعدين بعد نهاية الدرس الشيخ بده أسئلة، والأسئلة دي الآن نحن محتاجين لها. كثير من الناس بيتصل، في واحد كل مرة بيتصل بي وأنا مرات مشغول، مش مشغول عشان كبير ولا مشهور، ما كبار ولا إيش، لكن مشغول. في النهاية كتب لي قال لي يا أخ تحذرون من الحزبيين وماذا أنت جاوبون، أنا مش وين يعني، قلت ديلك ما يسألون ونحن ما تجاوبون، أنا مش وين. فالناس يطلع وتسمع إن شاء الله وتجتهد. والمنهج السلفي يختلف عن المناهج الأخرى في أمور، منها أنه منهج قائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سار على نهجهم. ونحن ما ممكن يسألون يقول لنا أنتم منهجكم شنو، منهجكم شنو، نقول على الكتاب والسنة بفهم السلف. ونحن الكتاب نكون ما حافظينه، السنة نكون ما بنحفظ فيها، كثير مننا يعني مش كلنا، لكن في النهاية الإنسان يجتهد في حفظ كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي طلب العلم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. قدم الشيخ أبو بكر.